ازاي يحولوا مبالغ بالحجم ده من غير ما يرجعوا لي؟ ازاي؟ وده كان ممكن يحصل لو المعامله حصلت اونلاين على الويب العادي، انما الدارك ويب المعاملات عليه ما بتترصدش. واضح انك اتعرضت لعمليه نصب ممنهجه. يعني ايه ممنهجه؟ يعني الاستاذ سابك في الفرح عشان يستدرجك تخش على الديب ويب. ايوه بس مهاب ما بيفهمش في الديب ويب، هو ما بيحبش التليفونات من اصله. ما هو ممكن ياجر من عليه هاكر وتبقى كل مهمته انه يامن اتصال. انا اصدق الكلام ده لو هو بيحب التليفون. بس يا فريده بس كفايه. طب والملفات اللي اتحذفت؟ احنا ممكن نعمل محضر بالسرقه، رغم ان ده ممكن يعمل رد فعل سلبي من البنك. انا هرتب واخلي حد من المكتب عندي يباشر معايا. كابوس كابوس. نصيب فريده في المنتجع طار. مش فاهمة. كنت لسه بكلم البنك دلوقتي. الواد نصب عليها، خد الفلوس اللي كان هيشتري بيها اليخوت وخلعها. ربك ما بيسيبش، واللي عملته فريدة بنت حسين في ابني مش هعدي بالسهل. سوري يا انكل، بس هادي هو اللي اختار. انا عارف ان هادي هو اللي اختار، وياما حذرته وقلت له بلاش الجوازة دي. لكن لا هو بيعرف يختار ولا انت بتعرفي تزغلل عينه. يعني ايه زغلل عيني؟ المواضيع دي مش بالعافية، وانا ما اقبلش ده على نفسي. ده غير ان فريدة صاحبتي، او كانت صاحبتي. فريدة ما تعرفش غير فريدة، هي وبس. كل شوية والبنك يبتدي ياخد اجراءاته ويرازيها. يعني لو دخلت في الجد كده كده وكلمت البنك، المفروض ما تنساش وعدك ليا اللي هو حقي. حضرتك عارف ليليان ما بتسيبش حقها. ازيك يا هادي؟ ازيك. تبوز يعني؟ هيبقى في البيت وهنا كمان؟ انا هروح الغردقه، همسك المنتجع هناك. بلاش عبط. الغردقه ايه اللي تروحها دلوقتي؟ محتاجة ابعد شوية. انت بتهرب يا هادي؟ بتهرب بدل ما تتفرج على ايام وهي بتدور حواليك؟ نسيت اللي عملته فيك فريدة بنت حسين ولا ايه؟ لكن اللي ما تعرفوش انه اتنصب عليها، وبكره فضيحتها تبقى بجلاجل. اتنصب عليها؟ ما انت ما تعرفش، عايش في الاطلال، ما تعرفش ايه اللي حصل لليلى. لكن انا مش هقول لك، هسيبك تعرف لوحدك، عشان انا عارف ان كلامي ما بيعجبكش.